أم نحن الموسعون نحن جعلنا هذا الكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتدعون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فله ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بمحبوب محبوب لطف خفي بصعصع صعصع النور والبهاء بزازوب زازوب ذو العلي شامخ ذي العظمة والكبرياء والقدرة والسلطان اللهم إني أسألك بأسمائك المرفوعة التي أعطيتها من شئت من أوليائك وألهمتها من أردت من أسبيائك وخصصت بها من أحببت من أحبابك أن تعطيني رزقا من عندك تغني به فقري وتقطم به علائك الشيطان من صدري إنك أنت الحنان المنان الوهاب الرزاق الفتاق الباسط الجواد الكافي الغني المغني الكريم المعطي الذي بالبر الرحيم الواسع الشكور الرب الغفور ذو الفضل والنعم والجود والكرم اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك اللهم إني أسألك بحقك وحق نبيك ورسولك أن تمدني من جودك وكرامك وفضلك وإحسانك ولطفك وامتنانك يا صادق الوعد يا معطيا بلا حد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا واجب دعوتي بحق صورة واقعة وبحق اسمك العظيم العظيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الطيبين الطاهرين وبحق فوج مخمد فتاك قادر جابر معطي خير الراجكين مغني البائس الفقير تواب لا يؤاخذه بالجرائم اللهم يسر لي رزقا حلالا من عندك وعجلني به يا ذا الجلال والإكرام يا كافي يا غافر ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرني ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه رب العالمين اللهم صل وسلم كاملا وصل وسلم كاملا
جليل.